السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هكلمكم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما نتكلم عن المنحة دي، أحب أوضح لقناة منح، قناة منح من كل الألوان بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر، فياريت تتصفحوا القناة عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. بالنسبة لمنحة أو فرصة النهاردة، هي عبارة عن فرصة تدريبية، تمام؟ طيب بالنسبة للفرصة دي، هي موجودة في دولة ألمانيا. أول ما تسمع دولة ألمانيا، دولة من الدول العظمى، وطبعا طلاب كتير جدا بيحلموا ان هم يعني يدرسوا فيها ويلاقوا فرص فيها، تمام كده؟ طيب الفرصة دي مقدمة من مؤسسة اسمها مؤسسة أينشتاين، فبتتسمى الفرصة دي زمالة أينشتاين، تمام كده؟ الفرصة دي متاحة لجميع الدول، سواء انت من دولة عربية، افريقية، اسيوية، متاح ليك تقدم في الفرصة دي، مفيش اي مشكلة خالص، تمام؟ طيب الفرصة دي مدتها 6 شهور، تاخد تدريب مدته 6 شهور، تمام؟ والتدريب ده بيكون في فصل الصيف، في فصول الصيفية بيبدأ التدريب من شهر سبتمبر من كل عام. طيب خلينا نتكلم التدريب ده مهمته ايه او فايدته ايه، انت هتستفيد ايه من التدريب ده؟ المؤسسة دي بيكون هدفها هي مساعدة الطلاب والخريجين، بحيث ان الناس تطور من افكارها في المجال اللي هم مهتمين بيه. يعني من الاخر، المؤسسة دي بتجيب طلاب كتير جدا وبتقسمهم زي مجموعات، كل مجموعة بتناقش مواضيع معينة، وانت بتقدر تختار الموضوع اللي انت مهتم بيه. مثلا انت تخصصك تخصص طبي، مهتم بالمجالات الطبية، تقدر انك تنضم للجروب المهتم بالمجالات الطبية. تخصصك هندسي، بتقدر تنضم للجروب المهتم بالتخصصات الهندسية. يعني انت بتاخد تدريب في تخصصك اللي انت حابه او في اي تخصص انت حابه، وبتناقش افكار فيه مع الطلاب الاخرين، بتحصل على معلومات زيادة، بتطور من نفسك، كل ده يعني بيساعدك على تطوير افكار، تمام كده؟ طيب بالنسبة للتمويل المقدم من المؤسسة دي، اول حاجة انت بتاخد الرسوم الخاصة بالتدريب مجانا، مش بتدفع اي تكاليف خالص للتدريب ده، تمام كده؟ تاني حاجة انت بتاخد السكن مجانا، السكن في المؤسسة، المؤسسة دي ليها سكن تقدر انك تقيم فيه عادي من غير ما تدفع اي رسوم. تالت حاجة بيكون عندك راتب مدة ال6 شهور كلها، بتاخد راتب مقداره 10,000 يورو، يعني احنا ممكن نقول شهريا انت بتحصل على راتب مثلا 850 يورو شهريا، تمام كده؟ طيب كمان الفرصة دي متاح فيها تذاكر الطيران، تذاكر الطيران من بلدك الى المانيا ذهاب وعودة هتكون متوفرة ليك برضو. الحاجة اللي بعد كده هو ان يمكنك احضار الاسرة او العائلة معك. ركز معايا، المنحة دي بتسمح لك انك تجيب الاسرة او العائلة معاك، بتسهل لك السفر والحصول على التأشيرة، ولكن بالنسبة للتمويل هما مش هيدفعوا لك اي تمويل لو انت هتجيب اسرتك، يعني مش هيدوك اي تمويل اضافي، هتاخد تمويل فردي ليك، تمام؟ ولكن اي تكاليف بقى للاسره لما تيجي معاك هتكون على حسابك انت، تمام كده؟ كمان ما تنساش ان المانيا من دول الشنغن، يعني الدول المسموح ليها تقدر تجول فيها بدون تاشيره، فبتقدر تخش دول تانية زي النمسا، ايطاليا، ودول اخرى من دول الشنغن، تمام؟ ما تنساش كمان ان المانيا يعني الفرصه دي هتكون مدتها 6 شهور، فانت بتقدر انك تتعلم اللغه في المده دي مع الاحتكاك بالشعب والكلام ده، تمام كده؟ طيب بالنسبه دي المميزات، وكمان بقى ما تنساش طبعا بيكون في زي احتفالات تبع المؤسسه، حضور ورش عمل وما الى ذلك. طيب بالنسبه للفرصه دي، هي متاحه للناس اللي عمرهم اقل من 35 سنه، ما ينفعش سنك يكون اعلى من 35 سنه، تمام؟ لازم سنك اقل من 35 سنه. المنحة دي مش بتحتاج أي شهادة لغة ألمانية أو إنجليزية، مش مطلوب منك أي ستويفل أو أي شهادة لغة، تقدر تقدم عادي بدون هذه الشهادات، تمام؟ متاحة للطلاب والخريجين زي ما أنا قلت، وبيقبلوا أعداد كبيرة من الخريجين، يعني الناس المتخرجة مثلا بكالوريوس أو حاصلة على مؤهل دراسي بالفعل، بيقدروا يقدموا، بياخدوا منهم أعداد كبيرة جدا، تمام كده؟ بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي، هي أوراق بسيطة مش معقدة. اول حاجه مطلوب منك السيره الذاتيه بتاعتك او السي في، والافضل انك تعمل سي في على الطريقه الاوروبيه عشان يعني يكون سهل عليهم اثناء مراجعه الاوراق بتاعتك. تاني حاجه مطلوب منك 2 خطابات توصيه، تمام، بشكل ورقي، ودي بتجيبهم من اي استاذ جامعي او شخص صاحب عمل، يعني اشخاص تكون تعاملت معاهم سابقا، تمام كده. تالت حاجه بتكتب ورقتين مشروع بحثي عن المجال اللي انت مهتم بيه، يعني مثلا انت مهتم تاخد تدريب في تخصص هندسي، تعمل لهم زي مشروع بحث كده، ايه الفكره اللي بتدور في دماغك وازاي ممكن تطور من البحث ده، او تعمل مثلا زي دراسه عن موضوع معين، يعني تعمل ورقتين بحث وتكتبهم باللغه الانجليزيه، وتحاول تكتب
يعني تنسيق البحث ده يكون بتنسيق معين زي الاستراكشر، هيكون في الريفرنسز اللي اعتمدت عليها، كل الاشياء دي توضح. تمام كده. بالنسبه للفرصه دي، الفرصه دي بتنتهي في 15 مايو 2021، لسه قدامك وقت، فتقدر برضو انك تجهز الاشياء المطلوبه في المنحه. تمام. كمان ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح مضمونه القبول في دوله الصين. تمام. بنوفر التقديم بشكل احترافي على اي منحه او فرصه، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح. بنوفر خدمه تجهيز الاوراق عشان تقدم بيها في نفسك بنفسك في اي منحه او فرصه، وخدمه التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي روابط الخدمات دي موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه وابلكيشن التقديم. وهنا ده الويب سايت الخاص بينا، هتلاقوا طبعا عليه فرص ومنح كتيره جدا، يا ريت برضو تتصفحوه عشان تتعرفوا على احدث المنح الدراسيه. دي المنحه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. تمام. دي المقاله الخاصه بيها اللي هي زماله وتدريب اينشتاين. تمام. كل التفاصيل زي ما انا شرحتها هتلاقوها موجوده في المقاله هنا برضو. كيفيه التقديم، اخر ميعاد للتقديم امتى، الخدمات الاضافيه اللي احنا بنعرضها. وهنا هتلاقوا رابط الاعلان الرسمي للمنحه. تعال نشوف الاعلان الرسمي اللي فيه كافه التفاصيل اللي انا قلتها. تمام. ده الاعلان الرسمي، كل التفاصيل هتلاقيها موضحه هنا، ان التدريب ده مقدم من المؤسستين دول، وهي المؤسسه المسؤوله عنه اسمها اينشتاين. تمام. الاخر ميعاد 15 مايو 2021 زي ما انا وضحت. هنا في بعض الاسئله الاضافيه، بيقول لك مثلا هل محتاجه ايلتس او تويفل، بيقول لك لا مش مطلوب ايلتس او تويفل بشكل الزامي، فبالنسبه لشهاده اللغه ما فيهاش اي مشكله، مش مطلوبه. هنا بيتكلم على اساس الاسره. تمام. ممكن تجيب الاسره معاك، بيقول لك ممكن احضرهم ولكن مش هيتم تحمل اي تكاليف اضافيه للاسره. تمام كده. فكل التفاصيل هتلاقيها هنا. طيب بالنسبه لكيفيه التقديم، زي ما انا قلت انك بتجهز بقى الاوراق كلها، كل الاوراق المطلوبه هنا بتجهزها، وورقتين البحث تكتبه بطريقه مميزه وطريقه كويسه جدا. السي في برضو يفضل ان هو يكون على الطريقه الاوروبيه عشان يكون حاجه كويسه ومقبوله، وترسل الاوراق دي تنظمها في شكل ملف كده وترسلها لهذا الايميل. تمام كده. وبكده يبقى انت قدمت بنجاح للمنحه دي. ما تنسوش الخدمات الاضافيه اللي احنا بنقدمها، خدمه الصين مضمونه القبول، وخدمه التقديم بشكل احترافي للمنح، خدمه تجهيز الاوراق والكورسات، ورابط الخدمات الاضافيه هتلاقوها هنا. وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.